بسم الله وما شاء الله وتبارك الله. بعض تزهير وثبات عقد ثمار القشطة وبعد تحويلها للأرض المستدامة كانت في البرميل، ورأينا الأفضل أن نحولها في الأرض، وطبعا تجهيز الحفر. اللهم بارك الثمار الجميلة اليانعة ما شاء الله. اللهم بارك وزيد، اللهم بارك وزيد يا رب العالمين. ولاحظوا هني يا أخوان فماسي أو الغزال، صنف الغزال عندنا احنا نسموه، ما شاء الله. الله يطرح لنا البركة ولكم، الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. منظر جميل، منظر الثمار الجميلة اليانعة. لو عندما نتعب نرتاح برؤية هذه الأمور. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، كرم من الله وفضل، كرم من الله وفضل. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ثمار طيبة لشجرة طيبة ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا هذه تم زراعتها من سنة ونص فقط، جبناها شتلة كبيرة وتبارك الله وما شاء الله. هذا ثاني موسم لها للتزهير ما شاء الله. جبتها ضعيفة، يعني في بعض الصور شفتها أمس كانت ضعيفة، يعني ورقها خفيف. اللهم لك الحمد، بعد تسميد مع الشغل خلال سنة كونت نمو خضري جيد. وهذه أيضا ثمار القشطة ما شاء الله تبارك الله. راح نفرجيكم إن شاء الله. يا سلام ما شاء الله، اللهم بارك وزيد. إن شاء الله في ازدياد إن شاء الله. راح أزيل الأوراق القديمة على أساس أشجعها على التزهير إن شاء الله. و تبارك الله ما شاء الله الماهشنوك. قشطة أيضا عبد الرازق، ولاحظنا فيها ثمار إن شاء الله قريب التزهير بإذن الله تعالى بإذن الله. والله يطرح لنا ولكم البركة يا أخوان يا مزارعين.